اهلا بكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نديروا حلوة سريعة وسهلة وبزوج مكونات فقط، نقولوا ثلاثة. اذا واش نحتاجوا في المقادير نتاعنا؟ هنا عندي كمية من اللوز المرحي الناعم، يعني الكمية اللي عندكم 200 غرام 100 غرام، يعني واش عندكم. وهنا ما عندوش يعني الحليب المركز مقدار محدد، يعني راح يكون على حسب كمية اللوز. انا هنا راح نبقى نضيف حتى نتحصل على قوام العجينة المناسب. وعندي هنا لاباط داغون نتاع البيستاش. اذا بلا ما نطول عليكم نروحوا الى طريقة التحضير. اذا في الوعاء نحط اللوز، مغرف صغيرة من لاباط داغون تاع البيستاش، مش معمرة بزاف يا البنات باش ما يجيش الذوق نتاعو مر. نخلط ونبدا نضيف الحليب المركز المحلى واللم، نتحصل على عجينة تكون شوية متماسكة. بعد ما جمعت العجينة وتكون لازم تكون شوية متماسكة، راح نبسطها بصمت اللي يكون طالع شوية. لما تلموها برك ما تعجنوهاش بزاف، يعني لموها بركة بان. تقدروا ديروها في اذا عندكم مول سيليكون، برك مول السيليكون ما لازمش يكونوا فيه هذوك الاشكال بزاف اللي في النص ولا المزخرفه هذيك. طبعا الكميه تاع اللوز راهي استعملتها راهي قليله برك، علاش باش نعطيكم الوصفه برك الكاميرا مبينتها شويه كبيره. طبعت هاد الحبات وراح نزيد نعاود نلم العجينه ونزيد نطبع الكميه الباقيه. في الاخير راح نزين بانصاف نتاع بيستاش هذا الشكل. إذن أخواتي وصلنا إلى نهاية الفيديو. كما شفتوا الفيديو نتاع اليوم خفيف ظريف والوصفة نتاع اليوم سهلة، يعني تقدروا ديروها بالكاوكاو ولكن طعم اللوز راح يكون احسن. ملاحظه خلاف على قلت لكم ما تعجنوهاش بزاف يعني بيديكم سواء هي ولا الكاوكاو، لانه من بعد راح تولي لاباط نتاعكم معجنه او بالاحرى مزيته ويصعب عليكم التحكم فيها. يعني جست برك تلموها حلوه لي سهله وتاع لهله. اذا توفرت عندكم المكونات تقدروا ديروها بسرعه للضيوف نتاعكم. هنا برك نوريكم القوام نتاعها، شوفوا كيفاش تجي ويجي مذاقها روعه بالنكهه تاع البيستاش. وتقدروا ديروا اي نكهه اللي حايبينها، تجي معلكه ويعني تجي معتدله الحلاوه بس كما فيها والو، يعني جست لوز وحليب مركز محلى. اذا قعدت في الثلاجه فمده الاستهلاك نتاعها راح تكون اطول، لهذا لازم يعني تحتفظوا بها في الثلاجه وهكا ما يصرى لها والو. هذه هي الوصفه نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.